حبايبي ثانوية عامة، ورجعنا لكم تاني. مستر هاني مانسي معاكم. ربنا يطمن عليكم يا رب، وتابعوني دايما. ودلوقتي ميعادنا مع ميكسد كونديشنرز اف. خدنا اف قبل كده في الفيديوز، تابعوني في الحلقات اللي فاتت. زيرو وفيرست وسكند وثيرد. دلوقتي في ميكسد كونديشنرز، ودي بتلخبط ناس كتير. ركز كده معايا. If he had called me، لو كان اتصل بيا yesterday، لو كان اتصل بيا امبارح، we would meet tomorrow، كنا هنتقابل بكرة. هنا طبعا في جزئين، في الجزء اللي هو cause اللي هو في الماضي اللي هو had called me، والresult في المستقبل. بمعنى ايه؟ يعني ايه لو كان اتصل بيا امبارح كنا هنتقابل بكرة؟ الواقع بتاع الجملة دي حبايبي، he didn't call me في الباست، ما اتصلش بيا yesterday، so we won't meet tomorrow، عشان كده مش هنتقابل بكرة. يبقى لو كان اتصل كنا هنتقابل بكرة، ففي جزء في الباست اللي هو بيتحول ل had plus be، وفي جزء في الفيوتشر اللي هو بيتحول would plus infinitive. خلي بالك من ده كويس، يعني هنا النص منها الحالة الثالثة، والنص هنا الحالة الثانية، فدي mixed conditionals وتلخبط. انت في ثالثة ثانوي، ما تلخبطكش وما تحيركش حاجات زي كده، تبقى فاهم كويس جدا، وخصوصا من كلمات زي tomorrow مثلا. جملة تانية، if he had worked hard yesterday، لو كان اشتغل كويس جدا وبجد امبارح وباجتهاد، he would be tired now، كان زمانه تعبان دلوقتي. خلي بالك من now. الواقع بتاع الجملة دي ايه؟ he didn't work hard yesterday، ما اشتغلش باجتهاد بجد امبارح، so he isn't tired now، وادي الجزء بتاعنا اللي في البريزنت. يبقى didn't work هي اللي بتبقى had worked، لكن هو دلوقتي مش تعبان، يبقى would be اللي هي في الحالة بتاعت الحالة التانية، لكن الباست بيبقى بتاعت الحالة التالتة. جملة أخيرة عشان نثبت mixed conditional، الحاجات المختلطة، ركز معايا. If they had won the match they would be happy now، لو كانوا فازوا بالمباراة they would be happy now، كان هيبقوا سعداء دلوقتي، هيبقوا مبسوطين. الواقع بتاع الجملة دي، they didn't win اللي هي تحولت أو كانت had won، they didn't win the match so they are sad now، هما دلوقتي زعلانين، أو they aren't happy now. يبقى كده في الجزء اللي هو didn't win يبقى past perfect، والجزء اللي هو في البريزنت ده بيبقى would plus infinitive. أتمنى إن أنتوا كده تكونوا استوعبتوا الفرق وفهمتوا الفرق بين mixed أو في الحالات اللي هي mixed conditionals. بالتوفيق، good luck، باي باي. هاو تو لايك وتفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة.